موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا سائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال فتأويل الآية ولا يحملنكم بغض قوم بأن صدوكم لأجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام أيها المؤمنون أن تعتدوا حكم الله فيهم فتجاوزوه إلى ما نهاكم عنه، ولكن الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم. وذكر أنها نزلت في النهي عن الطلب بذحول الجاهلية. ذحول الجاهلية يعني ثأر الجاهلية، يعني بعد أن دخلوا في الإسلام أبطل الله دماء الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ودماء الجاهلية موضوعة، يعني كل قتل كان في الجاهلية فهو قد أبطل ولا يطالب به بعد الإسلام. قال وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة، دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي. عن مجاهد في قوله تعالى أن تعتدوا، قول الله أن تعتدوا، رجل مؤمن من حلفاء محمد قتل حليفا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة، لأنه كان يقتل حلفاء محمد، فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله من قتل بذحل الجاهلية، ومرسل. لكن هذا له أثر وافق هذا المعنى سنذكرها إن شاء الله من ابن كثير، يعني ما كان من دماء الجاهلية. إذا أسلم إنسان من أي قبيلة كان فهو معصوم الدم والمال، ولو كان مشركا قبل ذلك يقتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما كان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص يشاركون المشركين قبل إسلامهم في قتل المسلمين، وقتل من قتل من المسلمين في أحد يعني حيلة خالد بن الوليد. ولكن لما أسلم خالد فلا يجوز أن يأخذه أحد بما فعل في الجاهلية قبل الإسلام. قال ابن زيد ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا، لأجرمنكم شنآن قوم هي أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال بغضاؤهم أو بغضاؤهم، لا يجرمنكم شنآن قوم بغضاؤهم حتى تأتوا ما لا يحل لكم. وقرأ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا، وقال هذا كله قد نسخه الجهاد.
بل كما قال ابن جرير أن تتجاوزوا حكم الله فيه ما حكم الله فيهم. نقول أن القول بأن هذا منسوخ الصحيح فيه أنه ليس بمنسوخ، لأن الله نهى عن الاعتداء، والاعتداء هو تجاوز حكم الله. قد يوجد بغضاء مع وجود العهد، فإذا كان هناك عهد معتبر شرعا لم يلز أن نعتدي عليه. وحتى المشركين إذا أخذوا أمانا ودخلوا بلاد الإسلام بذلك فلا نعتدي عليهم ببغضنا لهم. كما ذكرنا أن المنسوخ من ذلك أو الذي خصص من عموم الآية هو عدم إحلال من البيت الحرام من المشركين أن يدخلوا الحرم وأن يقربوا المسجد الحرام. هذا كان ممنوعا منه، وكان المسلمون مأمورين بأن يسمحوا لكل أحد قصد المسجد الحرام الحج والعمرة أن يصل إليه ولا يمنعوه منه. فلما نزلت الآيات من سورة براءة ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونادى النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في حجة أبي بكر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدة. قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني جل ثناؤه بقوله وتعاونوا على البر والتقوى وليعن بعضكم بعضا وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به، والتقوى وهو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصي. لا شك أن البر إذا أطلق يشمل التقوى، كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فوصف فاعلي الواجبات بأنهم متقون. وكذا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالها في أمر من الأوامر. والبر يشمل ترك المحرمات والمعاصي، والتقوى تشمل فعل الطاعات، لكن إذا اجتمع الاثنان فهذا الوجه الذي ذكره ابن جرير من أقوى الوجوه، أن البر فعل البر فعل الطاعات، والتقوى اتقاء المحرم، اتقاء غضب الله بالمحرم، اجتناب المعاصي. وقيل غير ذلك، لكن هذا من أحسن الوجوه. ابن القيم رحمه الله يذكر أن البر هو ما كان مقصودا لذاته، وأن التقوى هي الوسائل التي توصل إليه، قصد الوسائل. كلام ابن جرير أفضل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني ولا يعن بعضكم بعضا على الإثم، يعني على ترك ما أمركم الله بفعله. والعدوان يقول ولا على أن تتجاوزوا ما حد الله لكم في دينه وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم. إنما معنى الكلام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وليعن ولكن ليعن بعضكم بعضا بالأمر بالانتهاء إلى ما حده الله لكم في القوم الذين صدوكم عن المسجد الحرام وفي غيرهم، والانتهاء عما نهاكم الله أن تأتوا فيهم وفي غيرهم وفي سائر ما نهاكم. ولا يعن بعضكم بعضا على خلاف ذلك،
وبما قلنا في البر والتقوى قال أهل التأويل عن ابن عباس وتعاونوا على البر والتقوى، البر ما أمرت به أو ما أمرت به، والتقوى ما نهيت عنه، أن تتقي ما نهيت عنه. عن أبي العالية وتعاونوا على البر والتقوى قال البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. فاتقوا الله إن الله شديد العقاب، هذا وعيد من الله جل ثناؤه وتهديد لمن اعتدى حده وتجاوز أمره. يقول عز ذكره واتقوا الله يعني واحذروا الله أيها المؤمنون أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حده فيما حد لكم، خالفتم أمره فيما أمركم به أو نهيه فيما نهاكم عنه، فتستوجبوا عقابه وتستحقوا أليم عذابه. ثم وصف عقابه بالشدة فقال عز ذكره إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من خلقه، لأنها نار لا يطفأ حرها نعوذ بالله، ولا يخمد جمرها ولا يسكن لهبها نعوذ بالله منها ومن عمل يقربنا منها. هذه الآية الكريمة أصل في الاجتماع على الطاعة، والتي شرع الاجتماع بها أصل في العمل الجماعي والتعاون على الخير، فذلك لأن أعمالا كثيرة لا يقدر عليها الإنسان وحده، بل كل فروض الكفاية غالبا يندر أن يقدر الإنسان عليها وحده، حتى غسل الميت يحتاج إلى من يناوله الماء ومن يقلب معه الميت، مع أن هذا يمكن أن يقوم به الإنسان في النهاية، لكن يحتاج إلى المعاونة. وأما صلوات الجماعة فلا بد من إمام ومؤذن ومصلين يجتمعون، فما بالنا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يقدر الإنسان المنفرد على شيء إذا تعاون مع غيره قدر على أضعافه، وتمكن المسلمون من إزالة الباطل والمنكر، وما أصاب المسلمين ما أصابهم في واقعهم المعاصر وما قبل ذلك إلا لأنهم تركوا التعاون على البر والتقوى فيما بينهم، وطوائف منهم تعاونت على الإثم والعدوان، وما قام الظلم إلا بالتعاون على الإثم والعدوان، وما تمكن ظالم بنفسه قط، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والكفار لو تركوا التعاون فيما بينهم على الإثم والعدوان زال عدوانهم. يعني هذه القضية عظيمة الأهمية، أن لا يكون الإنسان متابعا للباطل ومعينا عليه وراضيا به، فإن الإعانة على الباطل سبب لتقويته وحصوله، ولا بد وأن يكون معينا على البر والتقوى. ولو ضربنا مثلا في ذلك أن مجموعة من الناس عليهم أن يحركوا صخرة من مكانها، فلو قام كل واحد منهم بنفسه لم يستطع، ولو لم يجتمعوا في لحظة واحدة وبيد واحدة وعزيمة واحدة لما تمكنوا، لكن إذا اجتمعوا وعزموا وفعلوا في لحظة واحدة تمكنوا من إزالتها. فلذلك قال أهل العلم أن القدرة على تغيير المنكر يكون أحيانا الإنسان قادرا بنفسه كما يكون ذو السلطان في سلطانه، يشمل ذلك الأب في بيته والزوج على زوجته والكبير المطاع الذي يأمر بأمر فيمتثله الناس، وقد يكون قادرا بغيره أي بالتعاون معهم. فلو ترك كل منهم التعاون وأراد أن يقوم بنفسه فعجز كانوا آثمين أو كانوا آثمين، فلا بد أن يتعاونوا مع بعضهم ليزول هذا المنكر ويقوم ذلك الخير.
وهناك قادر على أمر القادرين يستحثهم على فعل الواجبات والتعاون عليها وترك التعاون على الإثم والعدوان، ويحذرهم من طاعة أهل الظلم والعدوان، فعند ذلك يتمكنون بإذن الله من أن يعني يحصل لهم ذلك. من أدى ما عليه من الأشياء التي قدر عليها بنفسه أو بغيره أو أمر القادرين على ذلك الخير، من أدى ما عليه لم يكن عليه إثم ولو حصل تفريط أو عجز من الناس ممن حوله، يكون هو من ضمن العاجزين ولا يأثم إذا ولد الفساد. لكن من فرط في شيء من أنواع القدرة بنفسه أو بتعاونه مع القادرين أو بأمر القادرين، غالبا ما لا ينفك أحد عن ذلك، أي من قصر كان شريكا في الذنب الذي حصل وأحوال المسلمين الصعبة التي لا يستطيعون أن يدفعوا فيها عن إخوانهم بل وعن أنفسهم أنواع الأذى والعدوان من أعدائهم من الكفار والمنافقين والظالمين. ولكن العبرة بأن نبذل كل ما في وسعنا، ما تمكن الأعداء من بلادنا إلا لما ترك المسلمون التعاون على البر والتقوى، تفرقوا ففشلوا. على قال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال عز وجل: وفشلتم وتنازعتم في الأمر. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر اختلفتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هنا هزم المسلمون في أحد رغم ولود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك حين تفرقت كلمتهم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم هزموا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، قال: أي لا يحملنكم بغض قوم على بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، حتى ولو كافرا حربيا نعدل معه، فلا نقتل صغاره مثلا ولا نساءه. والعدل هو امتثال شرع الله وليس الامتناع من شيء أمر الله به أو أباه. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السماوات والأرض. عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، فقد اشتد على ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية، يعني كان هذا قبل أن يمنع المشركون من المسجد الحرام، كان ذلك في نهاية سنة 9، لا يحج بعد العام مشرك كان في ذو الحجة سنة 9، والحديبية كانت سنة آخر سنة 6. قال: روى الإمام أحمد في قوله، يعني ذكر ذلك في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، أي فهمناها، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه
فإن ذلك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم فأخرجاه من طريق ثابت عن أنس تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وروى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني البر والتقوى تحتاج إلى مخالطة بالناس، لذلك كان هذا أفضل. هذا الحديث رجاله، رجال إسناده ثقات، رجال الشيخين. وأيضا رواه أحمد عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال الترمذي: قال أبو موسى قال ابن أبي عدي كان شعبة يرى أنه ابن عمر، هذا الشيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء مصرحا بأنه ابن عمر في رواية أخرجها ابن ماجه في كتاب الفتن، ولكن الحديث بمجموعه حديث صحيح، حديث حسن. جهالة الصحابي لا تضر. روى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قلت: وله شاهد في الصحيح. كتب الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث وطرقه في الصحيح. أما الشاهد الذي في الصحيح صحيح مسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أقول هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.